مكياج وتسريحة، ايش في؟ ما في شيء، انا صديقتي رايحين الحديقة. سمعي خلود، لو ما خبرتيني بصراحة تراني بخبر طارق وبيحبسش في البيت وما بيخلي حتى صديقاتش يزوروش، ولا خبر خميس؟ حرام عليش، بروحك انت وفايزة تروحوا تتمشوا على راحتكم. انزين انا كبيرة وبعدين انا ما اروح الا الدوام مع فايزة. كفاية السطح. بس عاد لا تتأخري، يا ريت لو الاقي واحد مثل احمد. خلود انت بعدك صغيرة، بكرة بتكبري وبتشوفي كثيرين. ها طارق وصل. يلا انا بروح. وين رايحة؟ خلود بتطلع شوي مع صديقاتها الحديقة. تعالي تدخلي. تعالي اجلس معي شوية، انا مشتاقة اسمع اخبارك واخبار الشغل. الشغل والله كان متعب، بس احسن من الجلوس في الحارة يعني. طبعا احسن. زين ليش ما تنصح سامي يدور شغل؟ سامي يا ريت، بس ما اعتقد يشتغل الحين هو. تعرف هذا الولد ذكي لكن هو بيضيع نفسه. انا داخل اغير ملابسي وطالع، تريدي شيء؟ لا حبيبي سلامتك، بس لا تتاخر، انا ما شبعت بعد منك. وبعدين ما خبرتني وين رايح تزورها؟ ايش ايش ايش؟
اسمعني انت، ما عليك من كلامها. يوم ابوي تبغى تتزوج خبرني انا، وانا ان شاء الله ادور لك زينة البنات. بس عشان مطلقة؟ زين هذا نصيبها. يا سلام، عقب اخوي انا يتزوج وحدة مطلقة؟ لا حبيبتي لا، مو منقل البنات. هذا ايش في؟ من يوم ما قعدنا هو ورم لا يحدي ولا يبدي. عدنا لو احنا ناقصين؟ يعني انا ما يسدني رياضه ومشاكل وبلاويه. كلمت غادر؟ ما كلمت غادر، جالس افكر بطريقه ما اعرف كيف ادخل معاها. الله والله ما حد مرتاح في الدنيا هذه غيركم انتوا الاثنين. شو؟ نعم مرتاحين. احنا اللي مرتاحين؟ والله اول مره اعرف صراحة. حياتي صايرة جحيم يا أخي، ما أقدر أطلع من البيت إلا الأولاد. باوين رايح؟ بانقي معك؟ لا ولا أمهم. أول ما تشوفني تلبست وطلعت، وين رايح؟ شل الأولاد شوي الحديقة، وديهم سوق. أنا ناقص من الصبح لغاية المغرب في الدوام. إيش هذه الحياة؟ أحد على بالك إحنا بنصدق يعني؟ أنت كذاب. أنت من هنا تطلع أولادك أنت؟ أنت في حياتك ما طلعتهم. كل يوم أربعة من ستة لغاية ثمانية أعشيهم وأرجعهم، وبعدين الليل لك وترجع الفجر. يا أخوي أنا رجال، عندي أسراري ولي خصوصياتي. يا أخي من قال لك تزوج وتجيب أربع عيال في خمس سنوات؟ غبي، أنا غبي. إيه فهذا عنده حق. سمعت كلام أمي. يا ولدي اتزوج، يا ولدي الزواج استقرار، يا ولدي ابغى اشوف عيالك. يا ليتني ما سمعت كلامها. حتى تضحك على من بهالحكي يعني؟ امك وزوجتكم اللي ربوا لك عيالك، ايش دخلك؟ انت محظوظ، زوجتك ما تسالك ولا تروح وين تجي. لا والله هذا اللي ناقص بعد، ان الزوجه تسال. اشوف اليوم هدوء، تلفونك ما يصيح، ايش السالفه؟ قافلنا، ما هي اللي مزاجك كلم حد ابدا. زين اقول لك نانو، السكرتيره الحلوه صغيرونها، ايش اخبارها؟ ترى حلوه. حلو بس بصراحه من ناحيه حلوه حلوه، بس يا اخي احس انها غبيه. اسئلتها، طريقه ملابسها، يعني تصور انها عازمتني على فيلم هندي. روح. هذه أكيد إنها غبية، هذه عقليتها مثل عقلية زوجتي. على نفسي أعرف في واحد ويا ستار اللابس هذا، أحيت مجمع هذه البنات كلها من كل الدول العربية. ليش تتكلمون؟ إيش تقولها؟ بفهم بس أعرف يعني. لو في الأخير رهوة على أبو مسكين، فاقرن بالفواتير بالهدايا بالفيزا المستر كاري، هو اللي يدوف على كل شيء، وهذه حضرتي تحكي. يعني في ايش اتكلم؟ اتكلم مثل ما تتكلم كل الناس. اخي نبي نعرف عن بلادهم، حالة الطقس، الاسواق، يعني معلومات عامة. بعدين اخر الليل الكلام بروح يجي، ما يبغى الا تعب. يتغير الحكي. والانترنت وايش اخباره؟ سمعنا انك مشغول بالحوارات الرومانسية. الله، الانترنت، انترنت هو المكان الوحيد اللي ارتاح فيه. وزوجتك ما تعرف انك تحادث بنات على الانترنت؟ زوجتي تفكر الكمبيوتر كله العاب، واني جالس اتابع اخبار البورصة. عايش في نعيم وحرية وبعدك تشتكي؟ يلا قوم اروح نشوف لنا شيء من الفنادق او مطعم. يا اخي قوم، صراحه انا متضايق. يا حبيبي انا ما في، انا ريال حبيت ريال بستقر وبتزوج، خلي انا كسوالف البطاليه. خذ النصيحه مني، بتكون اكبر مجنون. وليش؟ شو ليش؟ الغبي اللي يقول ان الزواج استقرار. الحين هذا العالم اللي متزوجه يعني ما مستقره، يعني ما مرتاحه؟ هذول منافقين يريدوا يقنعوا نفسهم انهم مرتاحين، لكن في الواقع لا. قرب تعرف. ها
كيف كانت السهرة؟ يا أخي أنت والله بصراحة أنت 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 ممل يا أخي. إيش هذا؟ طول السهرة ما نطقت ولا بكلمة. خلاص حالتك صارت ما طبيعية. أخبرك أوصلك الحين الحارة وانزل وروح نام أحسن لك، أنت شكلك مرهق. انزين ولا يهمش انتي، خلاص اعتبر الموضوع نفذ خلاص. ها لا 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 اكيد انتي تامري. ها الحين يلا انزين، مع السلامة، بكلمش بعدين بعدين، مع السلامة. الحاج؟ نعم. اشوفك هنا الليلة. وانت ايش تقصد؟ يلا 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 مع السلامة يلا. هذا اسمعني انت اسمعني. ايش هناك؟ يقولوا انك انت تبي تتزوج الثالثه. اسمعني خميس، انا ما اريد مشاكل في الخليل، سمعت؟ اها خير، ايش هناك؟ ايش عندك انت خير؟ هذا خميس جالس يخرف ما عنده شيء. خميس روح البيت، روح. سلامه. خير. يقولوا ان زوجك يفكر يتزوج الثالثه. خميس روح ادخل البيت احسن لك، ولا تو انادي مريم تراني. ابوي احسن لي اروح انام. الله يهني سعيد بسعيده. اقول الحاج انت الظاهر عليك متابع مسلسل حاج متولي. خميس انت احسن لك تروح بيتكم بالزي والاحسان. يلا يلا ايش هالرجال اذيه. نعم يلا روح يلا يلا. نعم ان اذيه مو تبغاله، خل ادخل انت الحاج. درب درب اعطينا درب 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 درب, درب. صباح الخير، ممكن محول 216 من فضلك؟ نعم يتفضل. أنا غادة. عمر تفضل. عمر خير؟ شوفي من غير لف ودوران، أنا قصدي شريف، أنا نفسي أتكلم معاك عشان أتعرف عليك أكثر. إنزين أنا الحين شوي مشغولة، ممكن تعطيني رقم تليفونك وبعدين أنا أتصل عليك ونتفاهم؟ إيه تفضل. ثمان. أوكي إن شاء الله. طيب مع السلامة. حياك الله. خير؟ من كان على التليفون؟ عمر. عمر؟ من عمر صاحب حساب الشركات؟ ايه عرفته. وخير ايش ريت؟ صوري يا امل، يقول لي انه يبي يكلمني في موضوع مهم وقصده شريف. صحيح يا غادة، الف مبروك يا حبيبتي. تعرفي انا كنت حاسة وشاكة. زين ما نبي نبين حق اريج، لا تقولي لأ. خلاص بنتكلم بعدين. راجعتيهم؟ ها يلا يلا عندنا شغل، تعالي بنمشي. Thank you.
ها قولي لي ايش رايك؟ والله يا امل احس انه شاب مهذب ودغري، ويقولوا عنه انه انسان جاد، بس طبعا انا لازم افكر عدل ولازم اسال امي. اكيد طبعا، انت اليوم اتصلي فيه من البيت وتكلمي معه في الاول وبعدين تعرفي كل شيء. عموما انا بتصل فيك اليوم عشان اعرف كل شيء. انا دائما اقول لك يا غاده، الحب اجمل ما في هذا العالم الموحش. تعرفي انا لولا وجود احمد جنبي ما كنت اعرف كيف بحل مشاكلي لوحدي. احمد انسان طيب، الله يخليكم لبعض. ان شاء الله عمر يكون مثله والله يوفقك. خير في شيء؟ لا ما في شيء. من كان متصل؟ أمها متصلة تسأل عنها. علي عاد يلا خبريني، أنا صديقتكم وبعدين باين من ابتسامتكم إنه في شيء مهم. ما في أي شيء، روحي شوفي شغلك. سمعي، إذا كان خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش يا أمول، وأنا أريج. اليوم ما قدرت أكلمك لأنك طبعاً تدري بنك وزحمة العملاء أنا عارف أن عندك زحمة شغل وأن المكان ما مناسب، بس غادة أنا بيكون معاك واضح من البداية، يعني حابة أتعرف عليك أكثر. أنا بطريقتي جمعت بعض المعلومات عني، بس حابة أعرفها وأعرف أكثر أيضاً منك أنت بدل لا أسأل. لا أنا ما أعرف عنك أي شيء إلا اسمك. سألي عن أي شيء يخطر على بالك وأنا مستعدة جاوبك، لا تشيلي. لا أنا ما أقدر أسأل، يعني أعتقد أن كل شيء يجي بروحه. عمر أنا وايد جبانة. سمعي يا غادة، إذا حسيتي أني أنا ما ناسمك قولي، وخلينا واضحين من البداية، وأنا مستعد أني ما أكلمك أبداً، هذا وعد. حتى البنك أنا مستعد أغيره. غادة أنا إنسان متحضر وأقبل الهزيمة. الصراحة أنا وايد شفتك عندنا في البنك وحسيت من أسلوبك في التعامل وطريقة كلامك أنك إنسان متحضر ومهذب ورزين، ويعني هذا اللي طمني وخلاني أكلمك. من ذوقك. لا حتى هذا مو بس رأيي أنا، رأي صديقتي أمل فيك، وترى وايد شجعتني وتقول إن تعرفك من زمان. أنا صار لي سنين أتعامل مع البنك، طبعا خدمة جيدة، وجوه بشوشة حلوة مرحة حبوبة طبعا، بس ما أعرف يعني، يا ريت لو تبطئون الخدمة هالأيام يعني. إيه غادة أنا نفسي أسألك سؤال ولو إن ساذج شوية، بس يعني ممكن تجاوبيني؟ بس أبي أسأل عن، أبي أعرف برجك. أنا برج العقرب. وأنا برج الأسد. طيب يا غادة خليك الحين، يلا مع السلامة، نكون على اتصال إن شاء الله. مع السلامة.
العقرب هاديات حلوات، ستات بيوت رومانسيات، بس عاد الصفة اللي ما أحبها الخروج. كيفك حبيبي؟ كيف حالك فايزة؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك. فايزة أرقوش، يمكن كلمتين لو سمحتي. سالم، اللي بيننا خلاص انتهى من سنين. أنا مو توني اليوم قلت لك بالتليفون، أنا وفلت خلينا نقعد وأقول لك على كل شيء. تفضلي. Excuse me. المهم أنت مبسوطة؟ الحمد لله. وصليت صلاة الاستخارة. أمول، ما أدري، أحس إن عمر شاب طيب ورزين وخلوق. الله الله، يا سلام. أوه أمول، وبعدين معاك تخليني أكمل ولا لا؟ خلاص خلاص كملي. والله خليك جادة شوي. ما أدري أمل، أول مرة أشوف فيها عمر يوم يا عندي البنك يراجع حساباته، حسيتني عارفة من سنين. ما أدري، أنا حسيت إن إنسان مختلف تماما. كلامه موزون، ما يقعد يخبص في الكلام يمين ويسار مثل باقي العملاء اللي انت تعرفينهم. مؤدب أيوة، بس أنا يا ست غادة كنت أفكرك قطة مغمضة، وأريج كانت تسميك المعقدة، وانتي طلعتي سوسة ونحن ما دريانين. المهم قولي لي، في إعجاب؟ طبعا في إعجاب. ولا انتي حاطة في بالك شي أمل إن ممكن أي اثنين يتزوجون علشان الزواج والاستقرار وبس؟ لا طبعا، على الأقل على الأقل على الأقل لازم يكون في إعجاب. أمول ما قلتي لي انتي كم واحد حاول في البنك إنه يكلمك وما عبرتي؟ أنا محظوظة إني أعرف أحمد. تعرفي كل ليلة لو جايب عشاء يتصل فيني يشوفني متعشية ولا لا وبعدين يتعشى. أنا في عمري ما شفت إنسان حنون مثل أحمد، ويحبني ويخاف علي أكثر من نفسه. الله يوفقكم يا أنا إن شاء الله، ولا يحرمكم من بعض أبداً. المهم خلينا الحين من أحمد، لو كان عمر جاد الله يسعدكم، بس إن شاء الله ما يكون مثل ابن عمه فارس. لا 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 لا، ولا أنا طبعا مثل أريج. تعرفي أنا نفسي أعرف أريج في إيش تخطط. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا بولدي عمر، وينك يا ولد؟ ما حد يشوفك الا وقت الغداء، تتغدى وتروح تنام. شغل شغولين. وبالليل ما تجلس معانا؟
تبي صراحة؟ أم فارس وأم عدنان يشتكون من كثر السهر. إيه. هاي لا يشتكي. خليك من هالسالفة. أمي أنا أريد أكلمك في الموضوع. خير يا عمر. أنا أريد أخطب. صحيح؟ الله، هذا يوم المنى يا ولدي. ها ايش رايك بنجاح بنت خالك؟ لا نجاح انزين، ما شاء الله عليه، بنت طيبه وحلوه ومتعلمه. يا امي انا ما اريد من العائله، كلكم امراض وحالتكم حاله، نتوهق حكيش. انا اريد من خارج العائله. ابصمر، انا اتمنى تتزوج نجاح، ما في احسن منها. ما كانك ذبحتيني بنجاح؟ نجاح مثل أختي. خلاص يا عمر، أنا أشوف لك واحدة من العائلة، أو أقول لك واحدة من العائلات اللي نعرفهم. أنا يوم الخميس معزومة بعرس، راح أدور لك على البنت الحلوة الجميلة اللي تليق بولدي عمر. خلصتي؟ ما أنت شايف خاطرك؟ أنا كأني تأخرت. السلامة عمر، يا ليتك تأخذ نجاح. هلا هلا رياض، كيف الحال وكيف حال الأولاد؟ الحمد لله. أقول رياض، قبل شوية عمر كان عندي وكان يكلمني عن الخطوبة. إيه يبي يخطب. أنا حاولت أقنعنا يتزوج نجاح، لكن الظاهر إنه هو حاط عينه على واحدة بس مو من العائلة. يا رياض أنا خايفة. إيه أخاف يأخذ واحدة لا نعرف من هي ومن هي عائلتها، وبنطيح بمشكلة مثل ولد فوزية. إنزين يا رياض، كلمة أنت يا ولدي، ترى هو يسمع كلامك. إنزين حبيبي، يلا يا ولدي، إن شاء الله إن شاء الله رياض، مع السلامة. هذه مصاريف الأولاد. زيديني وسخته وحشاني ربطيهم في الحافل. أحسنتي يا أختي أحسنتي. لا مريم، الله يبارك في خيرك إن شاء الله. شمس بيني وبينك. ايه اكيد عاد سمع حس الفلوس بي يركض احسن لي اضمن عنه. نو مرسل لقلبي من زمان، انت وينك؟ اقول خميس مو باغي احل عشاء، صار لنا دقاق. زين مو اخبز لك خبز فقه ولا بيعيش؟ الاثنين. هي الاثنين زعقة بحرص. انا بزهب لك البوفيه وكل بوفيه لين تبشم. بوكيه بوفيه. زين مع السلامة. مع السلامة، قدامك الرحمن. ايش رايك الموضوع هذا؟ نفس الخبر قريته في جريدة. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا ولد عمر، شو اخبارك؟ شوف تمام الحمد لله. هات علومك، هات ايش علومك؟ كل شيء اوكي الحمد لله خير. طمني يا ولدي، انا بصراحه سمعت اخبار مو زينه عن المصنع. اي والله يا خالي، المقاول توقف عن الشغل، بس المفروض من رياض وشريكه ما يستثمرون بفلوس المصنع ويجاسفون فيها. ايش سوي؟ كنا فاكرين ان أنا أعرف يا ولدي معظم الشركات بدأت بنفس الطريقة، بس يا ولدي مو كل مرة تسلم الجرة. صحيح يا خالي، عموما هذا اللي صار. يا ولادي أنا بروح أرتاح شوية داخل عن إذنكم. حياتي. والبيت بيتك يا ولدي. يلا حياتي. الله معاكم. ها إيش أخبارك؟
سمعت عليك شكوى من المحكمة الابتدائية. ايش دراج؟ عرفت؟ عرفت من اللي وصل لك. ما حد غير فوزي. مسكين ما قال شيء. على فكرة ايش سالفتها انا معك؟ 24 ساعة مطيح معك في المكتب. زميل، تعرف انه كان يدرس معي في المدرسة الاعدادية والثانوية، وابوي وابو عندهم مشروع سياحي. ايه، على فكرة ابوه مفلس بعد هاليومين، عليه ديون تقريبا 15 مليون. كل التجار عندهم مشاكل مع البنوك، لكن الكل تجارته قائمة والكل مصانع شغالة. اقول لك ايش تتغدى؟ ما ادري ايش غداكم. ما اعرف، الحين اكلم طبخ ويبنون عيشتي. على طول بالموبايل مني للمطبخ. ها اسرع. ها ايش خاطرك فيه؟ والله ما اعرف، ما يعني اي شيء. خلص خلص انا اقول لك. عثمان، سو ستيك لحم بالفطر. حلو. يلا حي الله نجاح. الله يحييك. مساء الخير. مساء النور. ها خميس، ايش صار في موضوعي؟ ترى الوالد ينتظر الجواب. اقول لك بصراحة، البنت بعدها صغيرة، وانت انا اقول لك سير توكل شوف لك واحدة ثانية. بس اسمعني، هذا اخر كلامي معاك، وانا صراحة جاي تعبان وجوعان، سير اتغدى.